الله، يا رب تكونوا بخير جميعاً. النهاردة جولة صباحية يا جماعة، وأنا رايح الشغل، ولكن الجو ممطر يا جماعة. تخيل مطر في الصيف، الآن صيف توقيت أمريكا الجنوبية صيف يا جماعة، تخيل مطر في عز الصيف، ولكن الناس يعني لابسة إيه، جواكت كده ومظبطة نفسها يعني. يلا بينا نشوف الشارع في الصيف ولكن مطر. طبعا يا جماعة الجو مطر ولكن الفجر كده، ولكن هنا يا جماعة الشوارع بتنشف في ثانية، ساعة الدنيا اللبكة والطينة وتقعد أسبوع. لا 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 لا، هنا تمطر الفجر، شايف نقط المية البسيطة، شوف يعني تمطر الفجر الساعة 10 تلاقي الشوارع نشفت. ليه؟ في تصريف يا جماعة، شايف البلاعات اللي هناك دي قدامك دي تصريف المية يا جماعة في ثانية. وبعدين الشوارع غير عندنا، الشوارع معمولة بنظام يعني مايل سيئة، يعني مايل حبابة صغيرة مية تنزل في البلاعة. شوف الشوارع ناشفة ازاي زي قدامك، اه والله العظيم، ولكن كان مطر شديد والله العظيم يا جماعة، سبحان الله. شوف Thank you.